هو بداية شعب أو أبناء الله أو شعب الله في القديم طبعا كان الشعب اللي أقام عهد مع الله اللي هو كان ساعتها شعب إسرائيل، فهو ده كان شعب الله يعني. إنما طبعا مع العهد الجديد الوضع اختلف. إحنا بنقول كل من هو نال نعمة التبني وقبل الروح القدس روح القوة والسلطان هو ده ابن لله. فالبنوة اختلفت، وده طبعا العمل اللي عمله السيد المسيح في حياتنا يعني. فاحنا كده قلنا ابناء الله او شعب الله. القوه بقى تيجي منين؟ القوه تيجي، معلش هنربط الايات بقى ببعضيها. تمام. جلس الرب بالطوفان، دي اول ايه، وعرفنا ان هي بالمعموديه المسيح جلس في حياتي. بعد كده ملكا الى الابد زي ما قلنا يملك على حياتي الى الابد. من هنا بقى تيجي القوه، تيجي العزة. إنما من غير ما المسيح يملك حياتي، من غير ما المسيح يبقى ملكا إلى الأبد على حياتي، القوة هتبقى قوة عالمية. ودي مش دي اللي بندور عليها. إحنا مش بندور هنا على قوة النفوذ ولا قوة المراكز ولا قوة المال ولا قوة أي حاجة. إحنا بندور على القوة اللي ربنا بيديهالنا، العزة، زي ما بعض التراجم بتقول يعني. القوة تيجي من إن الله يملك على حياتي، هي دي مصدر قوتي. صح. ومنها تيجي الآية اللي بعديها اللي هي السلام، يعني إن لما يملك الرب على حياتي وإلى الأبد يمتعني بالقوة دي. يعني دي بيسموها إيه؟ نعم لربنا لما يملك على حياتي.